أهلا بكم إلى هذه الساعة من التغطية الحية والمباشرة دائما على شاشة إكسترا نيوز، والتي تسلط الضوء اليوم على الزيارة المرتقبة للسيد الرئيس السيسي إلى ألمانيا، حيث أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا ذكرت فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى برلين بداية من اليوم ولمدة يومين على رأس وفد كبير يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع الرئيس الاتحادي شتاينماير والمستشار أولف شولتز وعدد آخر من الأعضاء البارزين بالحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركة الرئيس في مؤتمر حوار بطرسبرغ للمناخ. من جانبه أعرب سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان عن سعادة بلاده بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة من شأنها أن تؤكد من جديد على عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وللمزيد تنضم إلينا من برلين الزميلة ريهام السهلي موفدة إكسترا نيوز. ريهام أهلا بك من جديد. يعني سيادة الرئيس يتوجه اليوم إلى برلين في زيارة لمدة يومين، يعني لحضور مؤتمر حوار بطرسبرغ للمناخ. دعينا نعرف السادة المشاهدين على حوار بطرسبرغ للمناخ، ما هي أهميته وما هي أهدافه وما هي أهمية مصر لتمثيلها وحضورها لمثل هذا المؤتمر؟ أهلا بك دارين وبكل مشاهدي إكسترا نيوز. يعني حوار بيترسبرغ للمناخ هو مؤتمر وحوار يعقد سنويا قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في هذا العام. طبعا هذه القمة تعقد في مصر نهاية العام الجاري وتحديدا في مدينة شرم الشيخ. أهمية هذا الحوار الذي يعقد زي ما قلت كل عام أنه يحضر ويمهد لهذه القمة، يحضروا يعني قادة ووزراء من مختلف دول العالم، يمهدون يتناقشون في الأمور والأهداف التي من المفترض أن يصل إليها أو تصل إليها القمة التي تعقد بعد ذلك، وهو يعقد زي ما قلت قبيل انعقاده، عادة يكون في الربيع أو في الصيف. هذا العام يعقد يعني يبدأ فعالياته، الحوار يبدأ فعالياته اليوم ويعقد من اليوم الأحد 17 من يوليو وحتى الثلاثاء 19 من يوليو. بالنسبة لمصر، طبعا مصر هذا العام تشارك في هذا الحوار، وتشارك أيضا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس لجمهورية مصر العربية الدولة المضيفة للمؤتمر وللقمة هذا العام، هو سيكون مشارك أساسي، لديه كلمة مهمة تمهيدا لهذه القمة يتحدث فيها عن رؤية مصر فيما يخص موضوع المناخ والتغيرات المناخية. المؤتمر والحوار يهدف إلى يعني الوصول لحلول لعدد من المشكلات التي تسببها التغيرات المناخية. على سبيل المثال للحصر، خليني أقول أنه يعني المؤتمر بيهدف لزيادة الزخم فيما يخص القمة أو ما يسبق قمة كوب 27، ويسعى لتنظيم تعافي اقتصادي للبيئة خصوصا بعد الفترة الحادة اللي شهدها العالم في أعقاب جائحة كورونا. سيتحدث المجتمعون، يعني إذا تحدثنا بتفاصيل أكثر عن المواضيع التي سيطرحها المؤتمر والحوار الذي يبدأ اليوم هنا في برلين، سيتحدث عن سبل تعزيز مكافحة الاحتباس الحراري، وهي مشكلة الحقيقة يواجهها العالم ويمكن تواجهها أيضا الدول الفقيرة بشكل أكثر حدة وأكثر شدة، لأنها من تعاني بشكل أكبر يعني من التغيرات أو تبعات التغيرات المناخية، تطالب هذه الدول بمساعدة الدول الكبرى والدول يعني صاحبة الاقتصادات الأكبر، وبالتالي سيتم مناقشة هذا الأمر وكيفية مساعدة هذه الدول الفقيرة. أيضا سيشددون على ضرورة إبقاء الاحتباس الحراري عند درجة 1.5%، خصوصا أنه في هذه الفترة وصل إلى 1.1%، ويعني هو أمر الحقيقة خطر على الحياة على سطح هذا الأرض. طبعا الاحتباس الحراري تسببت فيه الثورة الصناعية في نهاية القرن 19. يمكن التحدي الأول فيما يخص تخفيض الاحتباس الحراري هو يعني طبعا الصناعة والاقتصادات الكبرى، وبالتالي ذلك يتسبب بشكل كبير يعني في هذه الظاهرة.
خلينا نقول أن اتفاق باريس كان يمكن أبرز محطة في مواجهة الاحتباس الحراري، حيث حدد أنه يجب أن يظل أو تظل النسبة عند 1.5% وألا أبدا تصل إلى 2 أو درجتين مئويتين، لأن ذلك سيكون خطر على الحياة على سطح الأرض. يعني مرة أخرى في هذا المكان أو في هذه المدينة يعقد حوار بيترسبرغ للمناخ كل عام، وخلينا نقول مرة تانية أنه سبب تسميته بحوار بيترسبرغ أنه أول مرة أقيم فيها هذا المؤتمر وهذا الحوار كان في عام 2010 بعد قمة المناخ التي عقدت في 2009 في كوبنهاجن، عقد لأول مرة هنا ولكن ليس في برلين، عقد في فندق اسمه بيترسبرغ على تل بيترسبرغ بالقرب من مدينة بون. بعد ذلك أصبح يقام في برلين ولكن احتفظ بالتسمية الخاصة بأول مكان تم عقده فيه، كل عام يقام للتحضير للقمة التي ستليه، والقمة هذا العام في مصر، وبالتالي وجود الرئيس السيسي ومشاركته في هذا الحوار هنا في برلين هي مشاركة مهمة للغاية، سيتحدث فيها بشكل شامل عن كل ما يخص القمة في مصر والرؤية المصرية وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه العالم، وسيكون له أيضا يعني لقاء أو لقاءات ثنائية مهمة، لقاء مع الرئيس الألماني وأيضا لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز، واللقاء سيكون هنا في مقر المستشارية في برلين. إذن من برلين ريهام السهلي موفدة إكسترا نيوز أطلعتنا أن حوار بيترسبرغ للمناخ يأتي في إطار التحضير والتنسيق لمؤتمر المناخ كوب 27 المقبل والمقرر انعقاده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. وإذن المشاركة المصرية مهمة وأساسية لعرض الرؤية المصرية فيما يخص التغيرات المناخية وجميع مسائل المناخ. ريهام سنعود إليك مرات ومرات للحصول على المزيد والجديد، شكرا جزيلا لك. تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 5.1 مليار يورو. Thank you.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة من التغطية الحية والمباشرة على شاشة إكسترا نيوز. حتى ألتقيكم من جديد، أترككم في أمان الله.